قال الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم وفقه الله هذه الأبيات: جزى الله عني كل خير ولاتنا على كل فرض من فروض إمامتي. جزى الله عني كل خير ولاتنا على كل فرض من فروض إمامتي. هم أهل فضل بعد رب مهيمن، فليس يجازيهم حروف مقامتي. أدين لهم بالسمع والطوع شرعة، فذاك ورب البيت فعلي وشامتي. على نهج أسلاف كرام أعزة، فإن به حسن الخطى ودعامتي. وإن به برجا منيعا مشيدا، يحصن قصدي في الورى وكرامتي. وذلك ويم الله للفوز غاية، فشرعة ربي مسلكي وغمامتي. 30 عاما ثم عاما إثرها، حفظت بها ديني وسمتي وخامتي. 30 عاما ثم عاما إثرها، حفظت بها ديني وسمتي وخامتي. فلله كم آثرت حقا جواره، فإن جوار البيت طوق حمامتي. ففي بيت رب البيت أنس وبلغة، وفي بيته عني أزلت سآمتي. وما فتئت نفسي تروم مثابة، ففي مكة الغرى تمام إقامتي. حظيت بحسن الظن من كل زائر، وما نزعت للسوء يوما عمامتي. ألا رب فاسترني كسترك ما مضى، ولا تخزني يا رب يوم قيامتي. وحط إلهي في المعاد ركائبي، بعالية الفردوس دار مقامتي. وحط إلهي في المعاد ركائبي، بعالية الفردوس دار مقامتي. وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.